نكمل أسئلة. أنس، رامس بص يا أنس، دلوقتي طبعا أكيد لو سألتك في الفوتون أي حاجة من جوه سهلة، هسألك أوه. في الفوتون برضو بس باك. أنا عارفة مثلا الروت معناها إنها تتحط في ويندو اللي اسمها روت، التكست يعني أكتب عليها وهكذا، إيه باك دي؟ أنا سامعاك. عبد الرحمن، نعمل إيه باك دي؟ ايه؟ يعني إيه باك؟ باك يعني يرجع. باك يعني يرجع. الله أكبر عارف عليك، مش عارف. الله أكبر عليك، أنت وأنس، أنتوا الاتنين. ليلاس، ليلاس يا باي مس ليه؟ ما تختفيش كده يا ليلاس، يعني قولي لنا فاهمة مش فاهمة، أنا مش موجودة، قولي أي حاجة. ما في حاجة في بالي يا مس، بس خايف تطلع غلط، مش عايز اقولك. والله بص، ان انت تتكلم احسن من ان انت ما تتكلمش خالص، يعني تتكلم صح او تتكلم غلط الاتنين احسن من ان انت ما تتكلمش. فقول اللي عندك وخلاص. اقول اللي عندي ما تخافش، لو طلع غلط مش هرجمك يعني. ها بس قول يا باشا. حاسس حاجة سخيفة سخيفة. بص، انا مش عايزة معنى كلمة فاه، انا عايزة هي بتعمل ايه. ايه يا مس، مثلا لو احنا بنصنع الزرار يرجع على ورا كده. لا للأسف لا. طب تعالوا نجرب، شفت يا مس، عارف انت كلمت طيب دلوقتي بقى ما هو عادي، والله. ما عادي جاوبت غلط، مش نهاية العالم يعني ان انت جاوبت غلط، عادي احسن من اللي ما جاوبش خالص. بص يا شباب، تعالوا دلوقتي عشان نعرف ايه مهمة باك، امسحها واعمل رن. هو انتوا بتشوفوا الشير بتاعي؟ لا مش بتشوفوا الشير بتاعي، ماشي. انا شايف بس لا انا قصدي الشير بتاع الرن، لا شايفين مش هخش الرن يعني. كده دلوقتي؟ لا شايفين الرن؟ طب ايه تفتكروا كده باك بتعمل ايه؟ بتخلي الزرار يظهر ويختفي، صح والله، لا مش بيختفي، خليه يعني قصدي يظهر. يعني موجودة ولا لا، لا موجود هي اللي عادي. بتحدد موجودة ولا لا. ايوه، دلوقتي اللي مش موجود. انا كأني بقول لك ان انا عندي دلوقتي كتاب جميل جدا، الكتاب ده مواصفاته ان هو اسمه كذا، لون الغلاف كذا، لون الكتابة كذا، مكتوب بالخط الفلاني وباللغة الفلانية. خلصت. هل معنى كده ان الكتاب ده موجود عندك في البيت؟ لا بالظبط، لما تشتري الكتاب، انك تاخد الكتاب كده معناه ان الكتاب بقى عندك في البيت، وهو ده بالظبط معنى كلمة باك. بوتون دوت باك، هات البوتون. باك اصلا باللغه الانجليزيه يعني للناس اللي بتحب ترجمه الاكواد، باك معناها يحزم. عارفين لما بتبقى مسافر وبتحزم اغراضك باللغه العربيه الفصحى يعني، هي ده بقى الحزم، ان انت تاخد الحاجه او تعبي الحاجه في حاجه تانية. طب انا بعبي البوتون وبعبي الليبل فين؟ في الصفحة دي البيضة دي في اللي اسمها ايه؟ الصفحة اللي هي اسمها ايه عندي؟ اسمها روت. تمام يا شباب. بصوا ماشي. بقى حاجة بس بسيطة، السيشنز الجاية بإذن الله السيشنز كلها قايمة على الجي يو اي، الجي يو اي اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، وهو اليوزر انترفيس او الحاجة اللي بتظهر لليوزر. فلو في حد مش فاهم حاجة يقول لي عادي، يعني وقت السيشنز من الآخر كله متمحور على حاجة واحدة بس، فأنت معاك وقت تسأل وتعترض وكل حاجة. دي بس حاجة بسيطة أنا مقلتهاش المرة اللي فاتت، ليها علاقة يعني بسيشن المرة اللي فاتت وأنا نسيتها فعلا، وهي لامدا. واستغربت جدا إن أنتوا محدش اعترض لما، بص أنا هشيل لامدا، هي الكلمة أنا مش هتسمع لامدا. لما جيت هنا المفروض إن كوماند دي بتعمل إيه؟ حد فاكر كوماند بتعمل إيه؟ أنا واحدة
أنهي واحدة؟ كوماند. اه كمان دي مش دي اللي كوماند بتنفذ الفانكشن لما اضغط على البوتون. يعني انا هنا بقول له لما اضغط على البوتون نفذ الفانكشن. طب الفانكشن دي اللي هي فانك او فان سي بتعمل ايه؟ اطلع فوق عند الديفينيشن الاقي بيقول لي ديف فانك، يعني لما اضغط، يعني الفانكشن دي بتعمل ايه؟ بتخلي الليبل مكتوب عليها كلمة بوتون كليكد. حلو، يعني المفروض الليبل اصلا مكتوب عليه فيسبوك، لما اضغط على الزرار الليبل يتغير، صح كده؟ طيب ركزوا معايا هنا، انا ما ضغطتش على حاجه، انا لسه فاتحه الرن دلوقتي. الليبل مكتوب عليها ايه؟ button collect بوتون كليك. ده اضغط على دي مش تعمل، انا اضغط برضه مكتوبه بوتون كليك. طب مش ده اصلا الكود اللي انا كاتباه؟ ده انا كاتبه المفروض لما اضغط، مش اول ما تفتح، المفروض لما اضغط. فهاجي هنا بعد كلمة كوماند واكتب انت كلمة شفتيها ايه عشان انت شلتيها. اللي انا شلتها؟ ايه وايه اللي انا شلتها؟ اه بالظبط، هي السر بقى في الكلمة اللي انا شلتها دي، اللي هي لامدا. ماشي لامدا دي بتقولك ما تنفذ غير لما تضغط. تعالوا كده دلوقتي نرن ونوريكم. يعني من الاخر ممكن تحفظها على بعضها كده، انها كوماند ايكوال لامدا، بعدين بتحط الفانكشن اللي انت عايزه. بصوا كده، لما جيت افتح لقيت عادي ان الليبل مكتوب عليه فيسبوك، هاجي اضغط على كلمة لوجن هلاقي الكلمة ايه؟ اتغير. تمام كده؟ تمام. ولكن ما زلت عندي مجموعة من الاعتراضات على شكل الويندو. ولا ما حدش عنده اعتراض ولا ايه بالظبط يا شباب؟ يا عيال، ايوه ناس حد معترض على حاجة في الويندو بتاعتنا؟ شكلا يعني مش عاجباه من الآخر؟ لا لأ يا أخي اتقي الله، مين اللي بيقول لأ؟ ده مفيهاش حاجة عدلة. أيوه عيب والله، يبقى يعني شباب زي الورد كده ونايمين. يا مس ها اتفضل. اولا ان انا مكان الزرار مش مكان طبيعي، مش طبيعي ان انا بحط لليوزر او المستخدم الزرار فوق خالص، ده كده شكلا كمان حاجة غير مقبولة. فمفروض اعمل ايه؟ مفروض احدد انا بنفسي كبروجرامر مكان الزرار. انا عندي طبعا زي ما قلت لكم حاجه بتحدد عرض الزرار اللي هي الويدز، حاجه بتحدد طول الزرار اللي هي الهايت. طب مفيش حاجه بقى بتحدد لي هو موجود فين في الشاشه؟ كي طبعا موجود حاجه اسمها جريد، فبنقول بي تي ان او اسم الزرار بتاعنا دوت جريد، وبعدين بقوم فاتحه قوسين واقول له خليهولي موجود في الصف برقم كذا، مثلا في الصف رقم 3، يعني انت عايزه تحت شوية، وفي الكولم رقم 1 مثلا. والله طبعا انا زيكم بحتاج اشوف الرن عشان اشوف هي اشتغلت ولا لا. نعمل رن. طيب نغير الكولم ونخليه انا شايفين مثلا، حاجة عبيتها. اه عايزين ثواني. طب دي عشان انا فعلا ما كنتش عامله شير للرن. ماشي، رن على حاجة مبشرة. طيب نرجع تاني للباك بتاعتنا.
ونشوف طيب عايزين نعمل ايه لحد ما موضوع الجريد ده يشتغل معايا. عايزين مثلا ان احنا نعمل هنا، ماشي، هنقول ان احنا هنا البوتوم بتاعنا في المكان 3 و0، مش مهم. طيب هو انا نسيت اقول لكم على حاجة مهمة جدا، وهي ان انا هبقى طالبة منكم مشروع عشان انتوا خلصتوا مثلا الكورس، صح كده؟ صح كده. اوكي. طيب المشروع ده انا هقول لكم عليه من دلوقتي عشان اللي حابب طبعا يشتغل فيه ويبدأ يكمل سيشن بعد سيشن يبقى الموضوع واضح بالنسبة له. المشروع هيكون عبارة عن كالكوليتر، ولكن نركز، كالكوليتر كاملة، يعني معناها ان الكالكوليتر دي جواها مجموعة من الارقام. محتاجة الناس بس تركز في الشير دلوقتي. هي عبارة عن ويندو كده، وجواها هنا شاشة. انا شاشة، مس نعم، هنعمل مس التكنتر، وبعدين نحط جواه ازرار كتير، الازرار دي كل واحد عليه رقم وحاجات كده، وبعدين كده يعني ونعمل كالكوليتر. شفت بقى، طب ليه يعني احنا عملنا لك يا مس؟ عملنا لك يا ابني ده مشروع البروجكت كله، مش لسيشن، مش فعشان هفاضي كده يعني. بيبقى كبير شوية. ماشي فكرت على ماشي الموضوع. ماشي. بيبقى بالشكل ده كده يا شباب، عبارة عن مجموعة من الزراير. طبعا انت بتبقى عارف عددها، يعني مش بتكون عاملها كده عشوائي. بيكونوا 10 زراير مكتوب عليها ارقام، اللي هي من 0 ل 9. طبعا مش بس كده، يعني بيبقى فيه زرار مكتوب عليه حرف السي، وزرار مكتوب عليه زائد، وزرار مكتوب عليه ايه ده، انتوا نايمين. ناقص ماشي. وطبعا زائد وايه تاني؟ ضرب حلو. واسمه هنقول هنا ديفايد واحد، بقى والديفايد 2 3، والعلامة اللي عليها صح دي ايه العلامة اللي عليها صح دي؟ مش عارفة، بس بلاقيها في الكالكوليتر بتاع التليفون. انا معرفش ايه العلامة اللي عليها صح للأمانة، يعني ايه كده تحسيها زي ال ماشي. خلينا ما طيب هي في صح. حاجة سامبل، يعني الحاجات اللي احنا عارفينها، ده زيرو وده حرف السي وده زائد. طبعا انا في بعض الحاجات هنعملها سوا، فانتوا بس هتضيفوها في المشروع بتاعكم، في حاجات هتعملوها لوحدكم تماما، في حاجات هنعملها سوا، في حاجات، فاهمين؟ يا رب تبقوا فاهمين. لا هي دي مش وريني قط لا هي دي دي صح يا شيخة، يا شيخة دي مش صح خالص، دي جذر. غازل غازل صح. بس أنا مش هدخلكم في المواضيع دي يا لولي، لأن هي مواضيع يعني هتحتاج منكم شوية حاجات. أنا عايزة الحاجات البسيطة اللي هي تقولي مثلا الزرار 1 زائد الزرار 2 بيساوي كذا، ونعرض على الليبل اللي احنا عاملينه هنا وخلص الحوار. ما تدخليش نفسك انتي في مواضيع أكبر من كده، تمام؟ ماشي. ممكن برضو يا شباب بصوا، ان انا بدل ما اقول from tkinter import all، ممكن العكس، انا كده بقول له من tkinter هات كل حاجة. ممكن اقول له هات اللي هي import tkinter نفسها بالشكل ده، وبعدين اقول له as tk. يعني ايه as tk؟ معناها ان كأن هي اسمها تي كي، عشان لما اجي استخدمها بعد كده اقول له بس تي كي بدل ما اقول له ايه تي كانتر دوت كاس، بديها اسم مستعار يعني، تمام؟ تمام. هتشتغل برضو هي هي اصلا، بس الفرق ان انا هنا هم كاتبه له ايه تي كي دوت، كأني بقول له تي كي هات منها بوتوم مثلا، تي كي هات منها ليبل. طيب يا شباب، حد بقى يفكرني هي كلمة اف جي دي بتاعت ايه؟ اف جي، ها؟ اف جي اف جي ده مس لون الكتابة، اف جي ده ايه؟
لون الكتابة. لا لون لون ال الكتاب، لون لون الكتابة. الزرار اللي مكتوبة، واحد بيقول اللي لون مكتوب جوه، الزراير. مكتوب جوه الزرار. يا ترى بقى هي لون الكتابة ولا لون الزراير؟ لا الكتابة الكتابة. مكتوب جوه الزرار. وليلاس ايه ليلاس؟ ده الاتنين عمالين يتخانقوا وانتي صامتة خالص. وصلت قولي في الآخر. قولي، لا اف ما جي هو ده لون ايه؟ اللون الخلفية اللي بره، اللي هي بعيدة عن الزراير والأطفال. ولا ده ولا ده بالنسبة لك؟ ده ولا لون الخلفية ولا لون الزراير؟ حرام لا عليكي. لون الكتاب اللي بتبقى على الشاشة. ده اذا كان يا مس اصلا السطر ده اصلا معمول عشان ده الزرار جوه بس. البوتون، ده جوه البوتون يا كوكي. طالما جوه البوتون يبقى اكيد بيعمل حاجة للبوتون فقط. فتفتكري ده بقى لون ايه؟ هو كده كده لون عشان احنا كاتبين جنبه وايت. لون ايه كتابة بقى؟ معاك يا مس، عادي تقول وايت. لنا، عادي تعملي رن يا مس وانا اعرف لا لما تعملي. اكيد لا، يعني ده انت كده عايز اقولها لك. بص يا شباب، الاف جي هي يعني كتابة. فور جراوند، يعني لون الكتابة. شفت؟ خلاص بقى. وطبعا بي جي هي الباك جراوند اللي هي لون الخلفية. لون خلفية الزرار طبعا يا شباب، مش خلفية الويندو كلها. طيب لو عايز اعمل زرار تاني اعمل ايه؟ هنعمل هكتب اكتب بوتن 2 هكرييت بوتون 2. ماشي، واقول بيساوي ايه؟ يساوي تي كي بوتن 2. ماشي، تي كي دوت بوتون، مش بوتون 2، دوت بوتون دي يعني نوع زرار، مش نوع بقى زرار 2. لا ده اسمه بوتون 2 بس نوع زرار عادي. ونكتب كل اللي احنا كتبناه ده ثاني. ونكتب كل اللي احنا كتبناه تاني. يعني خلينا واحدة ماشيين واحدة. واحدة واحدة. كلمة روت هكتبها أيوة عشان يبقى جوه الروت، ايه؟ ولا عشان يبقى جوه الروت يعني اكتبها ولا لا؟ انتوا بتوطوا صوتكم ليه اساسا؟ أكتبها. أكتبها هنكتبها، هنكتب روت عشان هي وظيفتها انها تخليه موجود جوه الويندو. اكتب التكست. لا ما تكتبيش. مش هكتب، هكتب تكست بس مش لوجين. صح، برافو عليك. اللي بيتكلم دلوقتي اكتب ده بقى كده برافو عليك. اي حاجة تانية انا عايزها بقى انا مثلا يعني عشان هكتب نجي جواه بس بتاعت زيرو، الزرار الاول. تمام، وهسمي البوتون ده بوتون زيرو. انا كده بعمل زرار مكتوب عليه صفر. ليلاس هو انت موجودة معانا؟ ايه صوتك مش واضح. هو احنا يعني هو احنا المفروض بس ان احنا بنكتب اللي هو البوتن اللي احنا نكتب رقم البوتن اللي احنا عاوزينه. احنا بقى لو احنا مثلا عاوزين ان احنا نكتب كل بوتن يبقى بلون مختلف، بلون مختلف ولا قلتي كل بوتون ايه؟ يعني الباك جراوند تبقى هي نفسها، في الوايت بوتن هتبقى وايت بلاك ما هو عادي، وكده، انت او حر، نعمل انت حر اهو. هتنفع تعمل معاك. انت بتقولي لون الزرار هو اللي يختلف ولا لون ايه اللي يختلف؟ عشان الصوت عندك متدمر. لون الزرار هو اللي يختلف عادي، لون بدل ما يبقى وايت مثلا وايت وجرين هو وكده. احنا اصلا لون الزرار عندنا مش وايت، احنا لون الزرار اللي هو البي جي الباك جراوند. فانا هخلي لون الزرار بتاعي اي حاجه، مثلا عشان نجرب لليلاس هنخليه بينك عشان بنوته وكده. بعد كده هنعمل اف جي اللي هي الفور جراوند، وهنا يعني هخليها بلاك عشان بس ايه يبان الكتابه. طيب كلمه فونت احطها ولا لا؟ فون ايوه هتنفع عشان تنفع، عشان تعرف صح. هنعمل رن. لا هي كده كده ممكن تعملي رن من غير الفونت، ولكن عشان ده بيوضح لي حجم الخط هيكون قد ايه. ها الويدز والهايت. ايوه نكتبها عشان نعرف اه يا مس الحجم. هنكتبها، يا مس ماشي هنكتبها. هنكتبها، هي طبعا حاجة مش أساسية بس احنا هنكتبها، ولكن ممكن ايه نقللها شوية عشان طبعا انا هكتب جواها زيرو، يعني مش هكتب حاجة كبيرة قوي. وهكتب الهايت
بيساوي 1 برضه. تمام، الكومند بقى يا شباب، اكتبه ولا لأ، واكتب جواه ايه؟ ها، ما اكتبوش يا ميكس، ما اكتبوش ما اكتبوش ليه بقى؟ عشان هو كده كده لازم يبقى ظاهر يعني، مش لو دوست عليه مش هيطلع لحاجة تانية، مثلا لو دوست عليه برضه يبقى زيرو. عشان انا، لا هو انا المفروض لما ادوس عليه يحصل حاجه، ولكن انا هنا لسه ما كتبتش كود للحاجه اللي هتحصل. يعني بص هنا الفانكشن دي اللي هي لما اضغط على الزرار اعمل الفانكشن، الفانكشن هنا موجوده، هيروح يدور عليها ايه هي الفانك دي هيلاقي. بس هنا انا لو كتبت له كوماند هيروح يدور على الكوماند مش هيلاقي حاجه، لان انا مش كاتبه حاجه. فتعالوا اعمل نرن، ايرور. هيعمل لك ايرور طبعا. اه بصوا بقى، طب انا عملت رن مفيش حاجه، ليه بقى؟ عشان احنا يا مس كنا عشان احنا كاتبين، كنا كاتبين لا يا مس، عشان احنا يا مس ما كتبناش اسمها ايه الثانية المكتوبة في الاخر دي، مين لوب دي غلط، ما احنا ولا لا؟ كاتبين اهي من لو. استنى، ما كتبناش يا مس بوتن 2 بوتن 0 باك. ومين اتكلم؟ عبد الرحمن قال لنا انت يا عبد الرحمن واخد بونص النهارده. هنعمل طبعا بوتون زيرو دوت باك، علشان هي اصلا مش هتظهر لك غير لو انت عملت لها باك اهو. اهو ايه، انتوا ما شفتوش حاجه اساسا؟ ماشي اهو، هاجي دلوقتي اضغط على لوجن هيعمل حاجه طبعا، هاجي اضغط على زيرو هينزل لتحت كده ويطلع لتحت ولا ليه اي لازمه. تمام، تمام. امال انا عايزه يعمل ايه؟ ها، من الكونسبت بتاع الآلة الحاسبة اللي أنا لسه قايله انا لكم، المفروض يا مس وانا بعمل آلة حاسبة اكتب كل ده كتير قوي كده، المفروض تكتب كتير قوي. اه ايه ده؟ مفيش حاجة تختصر يعني؟ انت حر، عايز تدور على حاجة مختصرة دور لا خلاص مش هدور. بس كده، يبقى تعمل اللي انت عارفه. بص يا شباب، انا دلوقتي بعمل آلة حاسبة، فانا اولا يعني مش عايزة السطر بتاع اللوجن، قصدي بتاع ده السطر اللي هو بيغير الكلمة ده. أولا أنا مش عايزاه، مش عايزة أنا الزرار اللي بيضغط مبيعملش حاجة، بيغير لي بس كلمة موجودة، ودي طبعا حاجة إيه أنا مش مطلوبة مني. أنا عايزة، أو هنشيل الزرار نفسه، أنا عايزة إن أنا لما أضغط على زرار زيرو يعرض لي في التكست بوكس أو يعرض لي في الليبل زيرو. ثواني يا شباب أشغل لكم الكالكوليتر عشان إيه تفهموا قصدي. اصل اللي انتوا هتعملوها لي باذن الله في البروجكت المفروض تكون بتحاكي او بتقلد ده. بص انا دلوقتي لو ضغطت على زيرو المفروض يكتب زيرو، ضغطت على 8 المفروض يكتب 8، ضغطت على 6 المفروض يكتب 6، صح كده؟ صح، هنكتب يا مس، هنكتب اللي هي بتاع اللي احنا سألناك من شوية، مس ما تكتبهاش عشان هيعمل لك ايرور. اه هنكتب ايوه، اسمها ايه بقى؟ اسمها ايه مش فاكر، بس هي لها كومند، حاجة بالفانكشن. اسمها كومند. وبعدين بقول يساوي ايه؟ بعدين اروح عند اكتب فانكشن، وبعدين اكتب عند لا مش بكتب الفيسبوك. فانكشن الاول، بكتب لامدا الاول. ماشي ماشي. ماشي، وبعدين طبعا ايه بحط النقطتين فوق بعض واكتب ايه اسم الفانكشن بتاعتي. على سبيل المثال ان انا اسم الفانكشن بتاعتي فانسي زي ما هي عادي، صح ماشي يا كده؟ مس، اه اكتر ما كان فيسبوك دي زيرو. انا مش عايز امزحها. بس انا لو كتبت مكان فيسبوك زيرو ده بره الفانكشن اصلا، يعني كده دايما هيعرض لك الزيرو، ولو انت ضغطت على البوتون هيجي عند فانسي هيجي هنا فهيقوم مغيرها لك ومخليها لك برضو ببوتون كليك، وانت مش عايز كده طبعا، انت عايز لما تضغط يخليها زيرو. فالمفروض يا شباب ان جوه دي هي اللي نكتب زيرو. ايوه، تمام، اسكت يا اي تكست، تعالوا نرن. ماشي. اه انا عايزه مفيش حاجة. لسه بيرن عندي اصلا، قفل الرن، بيفتح الرن ويقفله تاني.
نعمل رن يا ابني، انا ما قلتلكش حاجة يا ابني. ايه الغلط؟ عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ ثواني هنعرف عملنا ايه ونكمل. كوماند بيساوي لندا. يمكن انا كاتبه حرف غلط، فلو حد عرف ان هو يديتكت يقول، اصل لو اي حرف غلط هيحسب لي ان انا كاتبه غلط. عموما ماشي، تعالوا كده نرن. طلعوا عادي تمام. خلينا هنا نغير دي، نخليها بزيرو ونرن ونشوف هي المشكلة في الزيرو ولا لأ. لا المشكلة مش في الزيرو. حلو، يبقى ناخد دي. نحطها هنا. بس مكان الزيرو ده واحنا اصلا ينفع نكتب ارقام؟ اه طبعا ينفع نكتب ارقام عادي، ما هي اشتغلت عادي. ولكن تعالوا بقى نمسح الزرار. يعني بصوا، هي بالزرار القديم، انا نسيت بس اوريكم الرن، هوريهولكم دلوقتي. بالزرار القديم هي شغاله عادي اهي، حتى لو انا جيت اضغط على الزرار بتاع زيرو ده اهي اشتغلت. تعالوا بقى نجرب نمسح الزرار اللي هو اصلا احنا مش محتاجينه، الزرار بتاع اللوجن. نجرب نمسحه كده. ان انا مسحتك، انت مش عايز تتمسح ليه؟ اهو كده مسحته، بعدين جيت هنا مسحت الباك بتاعه. تعالوا نرن، اشتغلت عادي. يبقى انا كنت عامله حاجه غلط. شايفين؟ لا 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 اصلا لا اللي شفت المفروض ان انتوا تعملوه ان احنا لما نيجي نضغط على زيرو يظهر لي فوق زيرو. ادخلوا على نفس اللينك، معلش يا شباب، 5 دقايق دول اوريكم حاجه، بس على نفس اللينك.